شوف هاي زخانو، صار جاي لبناتك عرسان أشكال وألوان، ليش ما عم تقبلي؟ والله هدول العرسان ما بيناسبوا بناتي. شلون يعني ما بيناسبوا بناتك؟ آه كلياتهم أصل وفصل وحساب ونسب. شو قصتك لك فايزة؟ فايزة خانم، عم تفهمي؟ يو أيوة إيه فايزة خانم، فايزة خانم، ليش ما عم ترضي تجوزي بناتك؟ إيه صار جايكي عرسان كوميات. والله أنا بدي عريس لبناتي حسب ونسب وجاهة ومعه مصاري مو أقل مننا يعني. يا زياك عم. السلام عليكم أب فخر. أهلين 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 سهلين أب تيسير. شو كيف الكعكات اليوم؟ على كيف كيفك مثل كل يوم. إيه لك أب معيتك هيك زبطت لي كام كعكي لهالولاد. على راسي من عيني هي قبل هي على راسي. يا زياك مرشوش بالسمسم يا كعب. فخر أيوة. قلي كيف الشغل اليوم معك؟ والله الحمد لله مرة ضيعاش بس بصراحة لا ويتشيل ايدك. ايه بعين الله بعين الله. تفرج يا فخر تفرج. تفرج منين بدها تفرج؟ منين بدها تفرج والمصروف غالي كتير كتير والمسحوب قليل وانا عندي حريمات؟ منين بدها تاكل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بدي اسألك سؤال. تفضل. ان شاء الله بناتك هيك اجا نصيبهم. ضحكتني والله. بنات الدرويش والطفران والفقير ما بتجوزوا. لا يا ابو فخر فيك الخير والبركه. شو بنا؟ لك عنهم خير وبركه عم تحكي. تف من دمك. لك ما حدا شايلنه من ارضنا بنوم. معك متليك بتسوى متليك. ابو فخر المال ما بيعمل رجال يا ابو فخر. شو هالحكي ها؟ عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ أب تيسير بدي أسألك سؤال. أنت معك ما شاء الله وبدون حسيدة مال ما بتاكل النيران، وعندك ولد، عندك ولد ولا ما عندك ولد؟ الحمد لله. بتجوزوا لهالولد لبنت بياع كعك؟ آمنت بالله وقبلنا أنه أنت بتجوز مرتك ترضى تجوزه؟ كاسة يا كعب. وأحلى كاسة شاي وأطيب كاسة شاي لأرجل معلم بكل هالحارة. الله يجير هديات يا أبو مرعي. الله يجير هديات. تفضل معلم. هات لنشوف. الله أكبر. شو هاد؟ صحتين وهلا إن شاء الله مطرح ما يسوي يمري. والله يا أبو مرعي أنت أرجل واحد بيساوي برا شاي بكل سوريا. خلينا ياك يا معلم يدي معزة. عود 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 بدي أحكي معك كلمتين. إيه بقى مرح معلم. عود. ايه معلم. ايه ابو رعي مزبوط انت قاعد عم تشتغل عندي بالقهوه وانا مبسوط فيك كثير وطاير عقلي. والله يعطيك العافيه. والله الشايات اللي بتعمله والقهوه ما حدا بيعمله بكل الشغل، بس انا مالي حابب لك هالشغله. ليش يا معلم؟ والله الحمد لله انا مبسوط كثير فيها مستوره والحمد لله. بعرف الحمد لله ومستورة. أنت زلمة مقدر وكبير بالعمر، يعني عم قول هاي الشغلة بدها شب صغير. أخي رح شف لك شغلة غير هالشغلة. بقى شو قلت؟ لا يا معلم والله أنا طاير عقلي بهالشغلة. بعدين حدا بيصح له يشتغل عند المعلم أبو الخير وبيقول له الله يديم عزك معلم. خلص إذا أنت شايف هيك ومروق ومبسوط يا أهلين ويا سهلين يا أبو مرعي. على راسي على راسي معلم أبو الخير. القهوة قهوتك وأنت بتعرف الصدر إلك والعتبة إلنا. الله يديم عزك يا معلم. الله يديم عزك ويرزقك إلهي. الله يحميك يا أبو مرعي. يي يا ميت أهلين وسهلين فين عرفوزك؟ بالبركة تقبريني. حبيبة قلبي اشتقت لك. حبيبتي حبيبتي ايه وانا اشتقت لك لك شعر. رح تحكيني ملايتي بلا عيونك. يلا ما في حدا غريب ما؟ لا يلا خلينا نشوف شغلاتك الحلوه. وحياة عيونك بجيب لك عريس. ايه بياخذ العقل. منين بده يجي معرفان هالعريس؟ خلصي وليه؟ شو هالحكي اللي عم تحكي وقريضه اللي تقرضك ان شاء الله؟ لا مو قريضه يا مو. لا قريضه عدي معرفان. عدي شبكة عدتوا على قبيط قبيص يروحوا هيك.
لك فايزة طولي بالك على هالبنات، طولي بالك حبيبتي، معلش حقهم حقهم ينخطبوا ويتجوزوا مثلهم مثل كل الصبايا. اي والله يا خالتي قولي لها قولي لها. عم قول لها شو شايفتيني خرسانة؟ هي على فكرة بتروح بتجي وزعلانة لأنه أنتم ما تجوزتوا. أعمل لك قهوة؟ لا لا تقبريني، ما بدي قهوة، ما بدي قهوة، عدي حبيبتي عدي عدي يا روحي عدي. إي إن شاء الله ما تبلط. شو حتى على شعرك يا عمري؟ زيت زيتون. آه زيت زيتون. الله وكيلك الله وكيلك، أنا وأختي بنحبك مصمصوم قلبنا. لا إله إلا الله. لك خلص بقى عبيتوني بزاو، وأنا بحبكم بحبكم كثير كثير بحبكم. خلصنا أنت وياها بقى. والله العيشة مو منيحة منو، لك الموت أحسن من هالعيشة. لا لا يا فايزة طولي بالك طولي بالك، لا تحكي هالحكي حرام ما بيجوز. اي والله والله وين ما رحت وين ما اجيت عم قول في عندنا بنات صبايا لجواز بياخذوا العقل. لا تبوسوني. لكن ليش هالعرسان ما عم يدقوا الباب والبنات رح تعنس؟ انا بقول لك ليش. ليه؟ لانه نحن ما لنا اولاد عز، ولاد العز ما بيجوا بيطلبوا بناتي. بتعرفي ليش؟ لك ليش؟ لانه المعطل كمان ما معه يفتح بيت ولا معه يعيش حرمته. معناتها لانه الميت ما بيحمل ميت. ملي على عيونك، شو شو هالكابه هي؟ خرب بيتك ابني علت لي قلبي امك هاي. قومي 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 ساوي لي فنجان قهوه خليني انسى. قومي ما بدي كتابه. اه انت مكتئبه انت مكتئبه شي يا روحي؟ لا روحي ساوي قهوه روحي. من عيوني روحي. انت ما حق يكتبوا البنات لما يتجوزوا ما شاء الله. شو هالوش اللي كله فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ابو الخير؟ بذاته مرني. محسوبك ابو فهد من تجار الشام بالقماش. والسبع تنعام يا فهد. أب مرعي كاسة شاي يا فهد. يا على عيني وراسي. مورك حبيبنا. والله يا أبو الخير عم بسأل على شخص عندكم بالحارة. لا شو اسمه؟ اسمه سعيد الحايك. سعيد الحايك. أب مرعي بتعرف واحد اسمه سعيد الحايك شي؟ إيه معلوم عليه. مين؟ هذا سعيد الحايك هو نفسه أبو الفخر بياع الكعك. تفضل. آه يسلم. ايه 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 شو هذا زلمه معتر وعلى باب الله شو عامل؟ عود احكي لي لشوف عود. عمي ابو الفخر. اهلين سهلين اهلين. قوم تعا معي عمي ابو الخير طالبك بالقهوه لشي ضروري. شو هو يا الله اعلم. خير خير الله مجعله خير. ما بتعرف ليش طالب؟ لا والله ما بعرف بس قال شي ضروري. بقوم امشي معي. امرك امرك الله يجعله خير. ابو فتحي دير بالك الله يوفقك على البسطه. هلا برجع. يلا تعال معي. لأنك أنا عمي مسجل كل أملاكه قبل ما يموت باسمي؟ إيه نعم يا أبو الفخر عمك سجل كل شيء باسمك ووكلني إلي إنه إلك لأنه عمك شريكي بتجارة القماش. ما عم تفوت بحالي بصراحة ما عم صدق بس عمي عنده ولد اسمه رشدي. الولد طلع مو ابنه. شلون يعني مو ابنه؟ هذا يا سيدي عمك اتجوز حرمته ومع رشدي، يعني رشدي مو ابنه ابن حرمته ورباه. قام طلع ما بيستاهل. سجل كل شيء باسمك لانك قريب من عيلته. يعني عمي كان عم يربي ابن حرمته؟ لك الله يرحمك يا عمي فهمي الله يرحمك. لك كنت مفكرك ما بتحبني. بالأخص بعد ما قلعك جدي من بيته. سبحان الله سبحان الله العظيم. إذا أعطى داش وإذا أخذ فتاش. سبحانك يا رب سبحانك يا ربي. لك معقول صار معي مصاري خيرات الله وما كانت ودككي وشغلات كتير؟ يعني رح نخلص من الفقر والتعتير ونعيش حياة عز وبكوات بعد اسمك وكرمك يا رب بعد اسمك وكرمك يا رب. يا فايزة يا فايزة يا بنات يا بنات. شو فايزة خانو صار جاي لبناتك عرسان أشكال وألوان ليش ما عم تقبلي؟ والله هدول العرسان ما بيناسبوا بناتي. شلون يعني ما بيناسبوا بناتك؟ اه كلياتهم اصل وفصل وحساب ونسب. شو قصتك لك فايزة؟ فايزة خانم عم تفهمي؟ يو
فايزة خانم، فايزة خانم، ليش ما عم ترضي تجوزي بناتك؟ صار جايكي عرسان كوميات. والله أنا بدي عريس لبناتي حسب ونسب وجاهة ومعه مصاري مو أقل مننا يعني. نحن بنات فايزة خانم يا دايق أم عرفان، وبنات أبو الفخر أكبر تاجر قماش بالشام كلها. عرفتي بناتي مين بيكونوا؟ يوس الله اس الله اس الله لك فايزة، لما كنتي تقتلي حالك على ما جبلك شقفة عريس، لك فتفوتة عريس، هلأ هيك صار؟ نسيتي حالك لك فايزة؟ سدي حالك أحسن لك. ها قال صار للشوحة مرشوحة ولأبو بريس بقى. قال لا تسأل عن اللي صار له، اسأل عن اللي كان له، وأنا بحياتي ها بحياتي ما بجيب لك عريس ولا فوت بيتي. شو؟ دنحة ودوينحة حتعنسوا حبيباتي حتعنسوا، وأمك رح تكبسكن مخلل. يا مو هيك نحن والله ما رح نتجوز إذا منضل هيك. يا مو كلام أختي مزبوط، بيكون أحسن.